الليلة نعيش ليلة خيال كل الخيال ليلة الرجاء البيضاوي المغربي ساحب كل الدلال بعد أن أسعد كل الأجيال ليلة من ألف ليلة وليلة للكرة المغربية موعد مع التاريخ رجاء الإبداع أول فريق مغربي عربي يلعب نهائي مونديال الأندية يا سلام يا سلام منافس الليلة هو منافس ولا في كل الأحلام إنه بايرن ميونخ الألماني أقوى فريق في العالم حاليا المرعب البافاري والله من ميكروفوني هذا أناشد كبار نادي الرجاء من مسؤولين وجماهير المونديالات من هذه الليلة بتاريخ 21 ديسمبر 2013 يصبح الاسم الرسمي للرجاء البيضاوي الرجاء المغربي العالمي أمامكم المنظر الذي يعجز عنه المعلق ويعجز عنه من يراه ومن يعجز على من يتابعه تسأل نفسك لما كل هذا الحضور ديربي لا كلاسيكو لا نهائي لا متصدر لا تذاكر مجانية لا طيب في نجم معين لا طيب ضامن الكون لا لما كل هذا الحضور عشق وحب ووفاء وارتباط من أجل الكيان من أجل سنوات المجد وذكريات الزمن القادم يكن من سنتين الرجاء لعب دور الفاينل وكان الوصيف في مونديال الأندية ضد البافاري أتلتيكو مينيرو رونالدينو ضد الرجاء كما قلت في يوم الأيام والسنة من السنوات لو تذكرونها يا الرجوية يا المغاربة الرجاء فوق دافريكا الرجاء فوق دافريكا